رحت هول المطر جاء فجأة، لاحظ قاعد من المظلات صوت مشينكو أو حتى صوت البوايك يربك الحصان. وبعض الخيل ذكرت سابقا خوفه من المظلة مو في أي وضع باستثناء الشتاء والمطر، يعني بعض الخيل مثلا زي الهجيس وغيره أصلا ما يحب المظلة خارجة، ما يبغى يقعد في مكان مغلق ومفتوح، يخاف طبيعته يعني كحصان عربي أو عربي. لكن المطر الصوت على الشينكو صوت على الغرفة إلى آخره يربك الحصان، ما يبغى يكون مكان ضيق. لما تركب حصان وخايف من مكان معين وضيق ايش يسوي؟ أول شيء يسوي وشو؟ يهرب عليه. فطبيعة الخيل ما تحب تقعد بمكان ضيق، لما يقعد بظلة وهنا وهنا لازم أن يقعد بزاوية معينة جنب الباب أو جنب الحديد جنب البدوك إلى آخره، ويخلي اللي قدامه مساحة مفتوحة بحيث أنه لو ارتبك فجأة يقدر ينحش، يعني يحط له مخرج، يحط له مهرب قدامه بحيث لو صار شيء انحش. لكن لما يكون واثق ثقة عمياء أو مطمئن لشيء لو متعود عليه مثلا في أوروبا أو جو بارد دائما أو جو مكان دائما يجيهم مطر، ترى صار معنا مانع داخل ووجهه باتجاه الحديد والمكان مفتوح وراه، يعني مانع نية صغيرة. فكل ما كان حصان مخطط أو له نية يهرب يصر إنه يكون قدامه مكان مفتوح يستطيع الهروب له لو أراد، صح ولا لا؟ الفكرة لما يحاول يهرب الحصان ولا يستطيع في الركوب، أنت كأنك قفلت عليه المهرب هذا وأنت راكبه وأنت قاعدة. فتخيل حصان، طبعا سويت تمارين واذا ما جاء مطر تصور، تخيل الحصان رد في بدوك او في بايكه وخايف من المطر زي كذا مظله، ولا قدر يخلي المكان اللي يبغى يهرب منه قدامه، يعني المهرب ليس امامه، المهرب خلفه، يعني ما اعطي قطعته للمكان اللي بينحاش منه وقدام وجه المظله او الحديد او البدوك الى اخره. اللي يحصل في الحاله هذه اساس ارجع ورا وخايف منه، اذا رجعوا ورا عليه مشك هذا المكان مفتوح هنا الان، هو وراه المكان يخاف منه وراه الحاله دي مهرب ولا. طب لو سويت العكس كذا صار المهرب وراه ولا بسهوله بيرجع وراه ويهرب، يعني لو ما قدر يلف لفه كامله ويهرب بيهرب عن طريق دق الريوس. هذا اللي يسويه الحصان عقب ما توزن وزن صحيح ويبدا ما يقدر يهرب عن الشيء، يحاول يتراجع، يعني بمعنى انه خايف من مويه فرضا ما قدر ينحاش عكسها، ينطلق انطلاق عكسها. ولو وجهت قطعتي عليها خليتها تطلعها برضه ما يقدر يهرب عكس، يعني وانا مواجهها ما يقدر ينحاش عكسها، وانا معطي ظهرها او معطي ظهره لها او قطعتها لها ما يقدر ينطلق قدام، بعد ادق الريوس دق عليها بالشكل هذا يبدا صار يبالغ في الاندفاع لمحاوله الهروب من المكان اللي انت ما يدخل فيه. زي بطلت الحصان هذا مو شو لك بدل هذا بيتفلت شوي محله او خاب دخل خاب ترقص محله. هذا بحد ذاته شيء ايجابي انه ما قال لك لا، لكن بما انه ما قال لك لا بنفس الوقت يبغى يسوي شيء معين، يسوي يصير يبالغ في محاوله الرجوع للخلف. هذا بحد ذاته ايجابي، لكن الناس سلبياته اذا بدا يستغل عليك كذا تبدا تدخل موضوع التغيير الاتجاه. ارجع ورا باتجاه المكان اللي خايف منه وبيحاول ياخذ القطعات، يوم يحاول ياخذ القطعات الحين عدتها ابغى اروح للزاويه بالضبط اللي في النص، يعني هو لما انا ارجع ورا يحاول يروح كذا يسار ثم يحاول يروح يمين. اذا عرف الحصان انك تحكم باللفات دي اثناء الرجوع عرف انك باختصار تحكمت بالدفاع رجوعه، يعني مين بدعوه فقط انك تحكم باتجاه اثناء الرجوع لغرض الاتجاه نفسه، وانت تحكمت باتجاه في الاوضاع الاخرى لفه ضيقه ركوب لفه خارجيه داخليه الى اخره. لكن الغرض منها انك اذا ما تحكمت باتجاه الحصان تحكم حقيقي بالقطات اثناء الرجوع سيستغل الرجوع عليك وقت الجد، حول الفحول الافراس لما يجفل الى اخره. نعم يبقى احسن من اللي يفضل الرجوع اصلا، بس اللي يرجع وما يستغل الرجوع برضه احسن من الحصان اللي يرجع بس يستغل الرجوع عليك.